صباح الشعر، صباح الجمال حين يلتقي بالجمال. سميرة أملال إنسانة عصامية تورطت في الشعر. نعم أنا أحببت الشعر، لكن ما زلت أراه ورطة دخلت لها رغما عني. الكتابة اختارتني ولم أختارها. سميرة أملال من مواليد مراكش، كبرت في ورزازات، قريت في ورزازات، تزوجت في ورزازات، ولدت ورزازات، فأصبحت ورزازات المدينة التي تسكنني وأسكنها، وأني لا أستطيع الفراق عنها. موظفة في الداخلية، يستهويني الشعر، أو لا أقول الشعر لأني ما زلت أقول لست بشاعرة، فأنا عصامية لم أقرأ الشعر. أنا تكويني علمي، حيث كنت نقرأ البيولوجيا في لافاك دي سيونس في أكادير. بالنسبة أنا للشعر هو عبارة عن ملاذ أدخله حين أقلق. هذه هي سميرة أملال. الوظيفة ما كانش عندها حتى أنا فعل على الكتابة، لأن الحمد لله أنا قادرة نوفق ما بين الكتابة وما بين البيت وما بين الزوج وما بين الأولاد وما بين حتى الرياضة اللي كنمارسها. بالنسبة لي أنا الكتابة هي هذاك الحضن الذي أفرغ فيه قلق الوظيفة وقلق البيت وقلق الزوج وقلق العالم. إذا الكتابة بالنسبة لي هي هذا الحضن الذي يشمل كل هذا القلق. نعم، كان الديوان الأول هو وحيدا تمضي وحيدا تعود، وهذا الديوان غير للذكر، هو واحد مجموعة ديال الخواطر، وأنا ما زلت أقول لست بشاعرة أنا أكتب فقط، هو مجموعة من الخواطر كتبت قبل 24 سنة، أي قبل أن أتزوج. كيف خرج للوجود؟ هو خرج للوجود عن طريق زوجي، هو اقتنع بما كنت أكتب وأصر أن يخرج هذا الإبداع للعالم، وأقول للقارئ. بالنسبة لوحيدا تمضي وحيدا تعود، هو كوكتيل ديال حالات نفسية لامرأة تطارد الحلم في واقع لا يحب الحلم. ثم جاء الديوان الثاني، وحده الليل يفقه سر الفراشات، وحده الليل يفقه سر الفراشات، هو عصارة ديال أحداث كانت متتالية عن صراعات نفسية وصراعات شملتني في موقع العمل من حيف واضطهاد وحقرة واحد المفهوم العام الذي نقوله هو الضغط، واحد الضغط. وحده الليل يفقه سر الفراشات فيه جانب رومانسي، والجانب يتحدث عن الأرض، يتحدث عن مدينة ورزازات، عن هذا السكون الذي يعتريها، عن الصمت الذي ينخر في جسدها، عن معاناة الذي يمارس الكتابة في مدينة ورزازات. نعم، مدينة ورزازات أنا لن أبالغ إن قلت جنة فوق الأرض، رغم أنها مدينة منسية، هي تمنح لك الهدوء، تمنح السكينة، تمنح الفرح، وتمنح القلق لتكتب. مدينة ورزازات بالنسبة للحركة الثقافية فيها هي حركة نشيطة وغير نشيطة. نشيطة لأن الأهل أهلها عندهم مستوى رائع، ولكن لا يجدون الأيادي الممدودة
باش هاد الابداع ديالهم يخرج خارج حدود ورزازات، يبقى راهين حدود ورزازات الا من رحم ربك، وهاد من رحم ربك اللي عنده علاقات، لان حتى في مدينه ورزازات ما كاينش دعم، الابواب اللي كتطرق ما كاينش دعم، والطباعه غاليه، بحيث ورزازات اللي طبع الديوان الاول يتردد كثيرا باش يطبع الديوان الثاني، خصو يقلب على منفذ باش يطبع، والا خصك تطبع على حسابك. بالنسبه لمدينه ورزازات ساقول مهد الثقافه، ولكنها مقبره الثقافه ايضا، هي مهد الحضاره. انا ملي تنقول لك مهد الحضاره هي اننا الكغلوم الناس تسعى وتناضل من اجل تكوين ثقافي مشرف، ولكن كتلقى عراقيل. حنا ما عندناش دور ثقافيه اللي غادي دور ثقافيه في المستوى، ما عندناش، فهمتي، ما عندناش دور للنشر باش تنشر ولا يتبنى لك مثلا العمل ديالك، ما عندناش المطابع اللي غادي تبقى وحده ولا زوج، ولكن كتبقى الطباعه. لان اشنا هو الابداع؟ الابداع الا ما خرج الوجود راه ما تيبقاش ابداع. باش غير نكتب، باش نبدا غير كنقراه انايا ولا يقرا ولا يدير، راه هذاك ما كيبقاش ابداع. الابداع هو انه مني كيفرد الجناح ديالو كيفوت حدود المكان. مزيان هنا ترتي واحد النقطه اللي هي نقطه رائعه وجات في الصميم، كيفاش هاد الشباب بالنسبه للمدينه ورزس. انا غادي نعطيك غير مثال ديال نادي عكاظ. نادي عكاظ هو رائد بالنسبه للتلاميذ تما كاينه ديال ثانويه ابي بكر، واللي كيشرفوا عليها جوج الاساتذه، ومن هنا انا تنحييهم الاستاذ خالد مساعف والاستاذ دريس الراقيبي، انهم كيشرفوا على هذا النادي. راه صدر لحد الان اربعه الاصدارات كيشمل ما بين القصه القصيره وما بين الشعر، وهذو كلهم اصدارات ديال تلاميذ من الباك لتاه. هادو تلاميذ اللي هما مشروع شعراء وشواعر وكتاب قصص وكتاب روايات. اكيد هادو مشروع اللي شادين واحد، اللي غاديين في واحد الطريق اكيد غادي يفلحوا فيه. ما حد، انا بنزل تنقول ايادي ممدوده. خاص الدعم النفسي، خاص الدعم المادي، خاص الدعم ديال مسايره هذا الكاتب، هذا مشروع الكاتب ولا مشروع الشاعر، ان نوجهه للطريق الصحيح. وباش نوجهه للطريق الصحيح هو اني كنشحنوا تنشحنوا بلوازم الكتابه. نادي عكاظ انا انخرطت فيه غير دغنيغمون، تصدق تقريبا واحد 3 سنين هادي ولا 4 سنين فاش اللي انخرطت فيه، لانه هو ماشي في قلب المدينه، هو كاين في جماعه ترميكت. كاين هو في جماعه ترميكت، والجماعه ترميكت راه بينها وبين المدينه قول بريسك، راه هذا المدينه راه بيناتهم غير واحد تقريبا كيلومتر ولا 2 كيلومتر. نادي عكاظ ملي تاسس قلت لك اللي اسسوا هما اللي مازال فيه، وهما اللي مازال كيشتغلوا فيه، وهما اللي مازال كيناضلوا، لانهم عندهم دائما واحد الفكره هو ان الرقي بالمؤسسه التعليميه العموميه. هما كيامنوا بهذه المساله، وهنا تنقول بانهم تيناضلوا. قلت لك هو كيشمل المبدعين الشباب، وهذا نادي عكاظ هو اللي كيسهر على شاعر القصابات، وهذا شاعر القصابات هي كتدار واحد لا كومبيتيسيون كل عام في شهر 3، اظن في شهر 3 وي اللي ما خدتش الذاكره، في شهر 3 وكيكون واحد لا كومبيتيسيون ما بين التلاميذ ديال الثانويه ديال اقليم ورزازات، وكنختاروا شاعر او شاعره القصابه. كتكون واحد اللجنه اللي كتشرف على هذا الانتقاء، وكيدار حفل كبير بحيث كيحضروا له زعما جميع دوك اعيان المدينه، وعنده واحد دور كبير في خلق المبدعين.
بالنسبة للفيسبوك أنا أقول عنده واحد الفضل كبير شخصيا، عنده فضل كبير عليا، لأن أنا تعرفت عن طريق الفيسبوك، أنا تعرفت حتى في الكتابات ديالي تنشروا عن طريق الفيسبوك، وكسبت أصدقاء في المستوى اللي كانوا كيديروا لي مثلا قراءة نقدية لما أكتب، وتحلي الفرصة باش نتعرف على ناس من سوريا، من العراق، من مصر، من تونس، واحد الخليط ديال الشعراء والمبدعين، وهما أصدقاء. دونك الفيسبوك أنا أقول هو الحوض الذي لما هروبي من الواقع للافتراضي، وعطاني مجال ان الناس تعرف شكون هي سميرة أملال، وتعرف الكتابات ديالي وتتفاعل معها. دونك الفيسبوك هو يخدم بزاف ديال الناس في ظل اننا ما عندناش مجال اخر. انا ديجا قلت لك بان شنو هما الاكراهات اللي عندنا. دونك هذا الفيسبوك اقول هو بوابه القارئ، واقول هو واحد الرحمه اللي نزلت على انها تحيد لنا هذا الحيف ديال الكلاسمون. يعني انا سورتو هنايا حنا في ورزازات، ماشي بحال هنا في كازا. كازا راه كاينين مقاهي ادبيه، كاين مهرجانات كثار، كاين سيتادير ضروري غادي تفرض راسك في واحد البلاصه. بالنسبه لورزازات راه تتبقى داكشي معدود على هذا، نعم. على الاسابيع، نعم. انا لا انكر اني رومانسيه حتى النخاع، لكن استوحي من الواقع، من حالات القلق التي تراودني. كل ما اكتب هو من الواقع، قد لا يمسني وقد يمسني، ولكنه كله من الواقع. احاول غير ان اجد له صيغه، انا عنديك مازال فهذا، احاول غير باش نوجد له واحد الصيغه اللي انا ما غنقولش لك راضيه عليها فاش كنكتبها، ولكن تفرغني من ذاك القلق الذي يلزمني. بالنسبه اللي كيقولوا الكتابات هي كي سبق وقلت لك هي من الواقع، كل ما اكتب هو من الواقع. الجديد في الابداع هو ديوان وجه اخر للموت، هذا يتحدث عن ورزازات وعن الجنوب. هو قيد الطبع ان شاء الله، اون فوا نيسي دابا باغتيغ دو لو موا ديال سبتمبر غادي نحطو في المطبعه ان شاء الله يا ربي. وكاين مشروع ديال لعنة الياسمين، هذه كل هذا هو من شعري. لعنة الياسمين هي خواطر كتجي عبر واحد بوح، في كل لعنة امرأة تبوح بما يخالجها هي. وهذه لعنة الياسمين كنت فعلا تنقول لعنة الياسمين هي فعلا راه لعنة، لأن كتحبط لك جميع المشاريع الرومانسية اللي حطيتيها في بالك واللي كنت انت كتحلم بها. انا كتجي هذه اللعنة ديال الياسمين وكتوقفك، كتقول لك ستوب، لا من ناحية الخيانة الزوجية، لا من ناحية مثلا هذيك العاطفة المحتدمة عند المرأة اونفيغ لوتر، اونفيغ الراجل، وكتبغي كيفاش غادي توصلها له، وربما هو يبالي أو لا يبالي، وهنا نيران والشوق، فهمتيني، مجموعة خواطر. وماشي غير من الناحية الرومانسية ولا من ناحية العلاقة ما بين المرأة والرجل، حتى كاين علاقة ما بين المرأة والعمل، الإكراهات اللي كتوجد في العمل كامرأة، والمرأة من بين لا جينيراسيون اللي جايه
وعلى آخرها هو اللي اشتغلت عليه مؤخرا، هو ما بعد الباك. ما بعد الباك، وهذا كيبقى واحد السؤال، ما بعد الباك شنو هو المسار؟ وهادو انطلاقا كلهم من تجربة كيدخلوا خاصة. طبيعة الحال. هادو ما بعد الباك هي انطلاقا من تجربة خاصة، أما اللعنات السبعة اللي فاتوا هي هو راه إبداع كل مش مرة إبداع. هو لا هو ماشي هو إبداع، ولكن كناخدها من الواقع.